الشح درجة زائدة عن البخل، وأنه أبلغ منه في المنع، يعني التخيل قد يمنع بعض الأشياء، والشحيح يمنع كل شيء، لا يعطي أحدا شيئا أبدا، إذ هو البخل الشديد. وقال بعض المتأخرين إن البخل أو إن التخيل هو الذي يبخل عن نفسه أو يبخل على نفسه. والشحيح معذرة، قيل إن البخيل هو الذي يبخل عن النفس، والشحيح هو الذي يبخل عن نفسه، حتى عن نفسه يظن بما لديه عن أن ينفقه على نفسه. قيل إن الشح أيضا بخل مع حرص، قيل إن الشح بخل مع حرص ليس مجرد بخل. وقال ابن عيينة في تفسير قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قال إن الشح هنا الظلم، معناه الظلم. وابن مسعود رحمه الله نقل عنه أنه قال: إن الشح أن تأكل مال أخيك ظلما، يعني أنه بخل بهذا المال عن أن يملكه غيره، يأكله بالظلم، يأكله بطريق حرام. وقيل: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، الحاجة اللي معاه يبخل بها، والشح أن يشح بما في أيدي الناس، لما يشوف حد ربنا سبحانه وتعالى رزقه ووسع عليه يشح، يبقى نفسه أن هذه النعمة والعياذ بالله تزول من يد صاحبه، يحب أن يكون له هو ما في أيدي الناس، يحب أن يمتلك هو ما في أيدي الناس، سواء بالحلال أو بالحرام، لا يقنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى ولا بما آتى. فرق بعض الناس بين البخل والشح بأن البخل يكون في أفراد الأمور، في آحاد الأمور، يعني يدخل بشيء معين، أما الشح فإنه يدخل بكل شيء. فالشح هنا أبلغ أو أعم من البخل. وقيل إن البخل بالمال، والشح بالمال وبالمعروف. يعني الإنسان قد يدخل أن ينفق من ماله، لكن الشحيح يدخل حتى أنه يساعد واحد في أي حالة يعملها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مساعدة الإنسان لأخيه صدقة، تحمله على غدته صدقة، تعينه عليه صدقة، تميت الأذى عن الطريق صدقة. الشحيح يحمله شحه على البخل بفعل المعروف، يبخل حتى ببذل السلام على الناس، لما يمر على انسان يبخل ويشح ان يقول له السلام عليكم والعياذ بالله. حين نفعل هذه المقارنه او حين نقارن هذه المقارنه بين النحوين نجد ما يلفت النظر ويستوقف الفكر من العلاقه البينه بين الشح والنفس الانسانيه. الشح مرتبط بنفس الانسان كأنه مرض نفسي، الشح كأنه مرض نفسي، جبلة طبيعة في النفس لكنها جبلة غير سوية، طبيعة غير سوية، لا يغيب عن نفس صاحبه. البخيل قد يدخل يعني في يوم ويجود في يوم آخر، مثلا يدخل في موقف ويجود في موقف، حتى إن بعض العلماء الذين يذكرون يعني أخبار الحمقى والممثلين ومثل ابن الجوزى رحمه الله ذكروا أن رجلا بخيلا شحيحا لا يعطي شيئا أبدا كان يغرق، فجاءه رجل مد له يده وقال: هات يدك، هات يدك وأنا طلعت وأنت بتغرق، هات يدك، قال له، فتذكر أنه بخيل وشحيح، قال: خذ يدي، قال هات، فأخذ يده و يعني نجاه من الغرق. فحتى في حال غرقه يشح، يشح حتى على نفسه ان ينجيه، لا هو لا يحب ان يسمع كلمه هات، يحب ان يسمع كلمه خذ فقط. فعلى الانسان ان يجاهد نفسه بان لا تغلبه هذه الخصله فتحمله على ما لا يحمد فعله. اضافه الشح الى النفس في ثلاث ايات من الايات القرانيه الكريمه يعطي مدلولا، منها مثلا قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا
وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان ومن فضل أعضاء الإنسان أن يقيه شح نفسه، أن يقيه الله سبحانه وتعالى هذه الخصلة وهذه الطبيعة السيئة ويجعله رجلا جوادا كريما. حتى قيل إن الجود يغطي على كل شيء قبيح في الإنسان، والبخل يظهر كل عيب فيه. الإنسان لما يكون جواد وكريم هذا يغطي على سلبيات كثيرة في شخصيته، أما إذا كان بخيلا وعرف عنه ذلك أصبح الناس يتلمسون له الأخطاء، ده بخيل وبيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فالبخل يظهر كل عيب فيه. لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى مثلا: ومن يوق شح نفسه، ولم يقل ومن يوق بخل نفسه. من الأدلة التي توضح ذلك حديث جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات، إلى أن قال: وإياك والشح. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشح، من هذه الخصلة الثمينة. لماذا؟ قال: فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح مش هو البخل، البخل ده جزء من ما يفعله هذا الشحيح. الشح أهلك من كان قبلكم. على ما حمله؟ قال: أمرهم بالقطيعة فقطعوا. الشح هذه الحالة النفسية أمرتهم بالقطيعة قطعوا أرحامهم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا. وأمرهم بالبخل فبخلوا. يبقى الشح هو الذي يحمل الإنسان على البخل، حالة نفسية يحمل الإنسان على أن يضل ويبخل بما في يده على الناس. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش والتفحش، الكلام السيء البذيء، وإياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وبالبخل فبخلوا، وبالفجور ففجروا. حديث في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الإنسان لما يكون شحيح بخيل على الناس وبخيل على نفسه، رأى إنسانا ملكه الله سبحانه وتعالى ملكا كبيرا في الدنيا، عنده مال وعنده أولاد وعنده ذرية وعنده ما شاء الله أشياء ورزق واسع كبير، فيشح بهذا المال الذي هو لا يملكه أصلا، يشح به على صاحبه. فماذا فعل؟ قطع رحمه لكرهه لهذا الإنسان الذي وسع الله عليه، والعياذ بالله قطع معه رحمه إن كان بينهما رحم، وسفك دمه ربما يقتله ليأخذ ماله بالحرام بغير حق، واستحلوا محارمهم، ارتكبوا أشياء حرام بسبب هذه الحالة النفسية التي هي الشح. إذن الشح يختلف عن البخل. البخل ثمرة من ثمرات الشح، أحد ثمار الشح البخل. وإن من فلاح الإنسان وصلاحه ومن فضل الله عليه أن يوق شح نفسه. هذه الحالة النفسية لما تنتابي الإنسان وتحس في نفسه حين يريد الإنفاق لا ينفق، فضلا عن انه يغفر احدا على نفسه كما ذكر الله سبحانه وتعالى حال المهاجرين والانصار، والانصار كانوا يغفرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، حتى لو كان عندهم يعني قله من المال فيهم فقر، لكن يغفرون غيرهم على انفسهم، لم يكونوا بخلاء ولم يكونوا اشحاء. يمتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين فيقيهم شحا أنفسهم.
إنسانية ولم ينسب إليه. ربنا سبحانه وتعالى نسب الشح إلى النفس، عشان كده بيقول إن هو حالة نفسية تحمل الإنسان على بخل. يبقى اللي يقرأ القرآن ويفهم كلمة الشح معنى كلمة البخل ما يقولش اشمعنى الكلمة دي جت هنا ودي جت هنا وهما الاثنين بمعنى واحد. لا، ما تبقاش بمعنى واحد. هذه لها مقدور وهذه لها مقدور. الله سبحانه وتعالى قال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه الآية يحث الله عز وجل فيها المؤمنين على الإنفاق في سبيله. إذا أنفق الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى في طاعة الله عز وجل في أي وجه من وجوه الخير، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل الصدقة، يتقبلها بالقبول الحسن، ويضاعفها لعباده سبحانه وتعالى، يجازيهم عليها في الدنيا والآخرة، يربيها له وينميها، يجازيهم في الدنيا بالتوسعة عليهم والإخلاف عليهم بهذا الإنفاق، ويجازيهم في الآخرة بالثواب العظيم والجنة. نسأل الله العظيم الجنة. لكن البخل يكون ضد ذلك. إذا بخل الإنسان على هذا الفقير المحتاج فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لما تبخل على هذا الفقير أنت في الحقيقة بخلت عن نفسك أنت، لم تبخل عن هذا الرجل. لماذا؟ لأن هذا الرجل له رزق، سيأتيه رجل جواد كريم يتصدق عليه، سيوفق الله سبحانه وتعالى، يوفق الله عز وجل له رجل آخر يتصدق عليه ويعطي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. فإذا لم تعطيه أنت أعطاه غيرك، وتكون أنت الخاسر، لأن غيرك هو الذي أخذ الثواب وأنت حرمت هذا الثواب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم على أن الصدقة لا تنقص المال. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. المال لا ينقص أبدا إذا تصدقت منه وأخرجت في سبيل الله سبحانه وتعالى في وجوه الخير. لكن البخيل والشحيح يظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء، يظن أنه إذا أخرج بعض ما في يده، إذا أخرج بعض ماله نقص المال، يظن أن الله سبحانه وتعالى سيحرمه من الإخلاف عليه. وهذا خطأ، خطأ كبير أن نظن بالله سبحانه وتعالى ظنا سيئا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. سبحان الله، رجل مع أنه بخيل لم يكتفي بذلك، إنما يأمر الناس بالبخل. يعني واحد شايف واحد مثلا رايح يتصدق، يقول له: يا أخي خد الفلوس دي لبيتك لعيالك. وبعض الناس بتقول في الأمثال العامية: اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. هذا كلام خطأ في غاية الخطأ وفي غاية السوء، وهذا ظن سوء برب العالمين. الله سبحانه وتعالى يعطي الكثير على القليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رب درهم صدق ألف درهم. قالوا: كيف يسبق درهم ألف درهم يا رسول الله؟ يعني واحد تصدق بدرهم واحد يكون له عند الله سبحانه وتعالى ثوابا وأجرا كبيرا أكثر ممن أنفق ألف درهم؟ قال: نعم. رجل كان عنده دراهم كثيرة فأخذ منها ألف درهم فتصدق به، يعني لا يساوي شيء واحد مليونير ملياردير لما يخرج ألف جنيه، مش زي واحد لا يملك شيئا إطلاقا إلا مثلا 2 جنيه كل اللي يملكه من الدنيا، يعني شغال يوما بيوم. فإذا أنفق جنيها من الاثنين يكون قد أنفق نصف ماله، يكون قد أخرج نصف ماله لله سبحانه وتعالى، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى غني عما في أيدي الناس. وقال عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. لما حد يقول لي قول له: أعطني مما تفضل الله عز وجل عليك به، يقول:
ده هو نفس المنبع، والشح هو الحالة النفسية التي تقتضي هذا الأمر. يبقى الشح حالة نفسية لتقتضي أن يبخل الإنسان. هذا هو الفرق بين البخل والشح، وهذا الذي يطلعنا على دقة اختيار الألفاظ القرآنية. كيف استخدم الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة في آية البخل في هذه الآية، واستخدم الشح في آية أخرى؟ لماذا لم يضع هذه مكانة تلك؟ كذلك الشح والبخل خصلتان مذمومتان، هذا مذموم وهذا مذموم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عمر. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الشح والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر. وفي حديث آخر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل والجبن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا، وأن يقينا شح أنفسنا، وأن يقينا البخل. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشح والبخل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.